رامي، جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيوني إلترا HD في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. السلام عليكم. جوال كي كان صغير كان عنده شلل الأطفال، عنده رجل طويلة لرجل، هي تبان إعاقة بصح هي سبب نجاحه. اللاعب البرازيلي غاريجا غران دريبلر وبارمي لي مير جوار اللي يجريو بالبالون. بدا في بوتافوغو في البرازيل، لعب عندهم 12 سنة، لعب 581 ماتش، ماركا 232 بوت. في 58 كانت الكوب دي موند الاولى تاعو هو بولي. في البداية ما كانوش يدخلوا، من بعد دخلوا وتسماو لي دوز انكونو. ميم في لا فينال البرازيل كانت خسرة 1-0 مع لا سويد، ديدي ميليو تيران تاع البرازيل واش قالهم؟ اللي طيح عنده البالون يعطيه لغارينشا هو يدبر راسو، وايفيكتيفمون يعطيو البالون لغارينشا يقلع بوت. لا كوب دي موند 62 ثم غارينشا ولا نمبر 1 في البرازيل، سورتو كي تبليسا بولي ودار رايو وقالوا عليه لي برازيليا الا كان بولي لو روا غارينشا لو روا دي روا. كوب دي موند هذه تقدر تقول بلي هو اللي جابها وحده، وزاد لعب الكوب دي موند اللي موراها في 66 وعامين موراها لعب في فلامينغو، وفانت كارير كانت في 72 في نادي اولاريا ريو، وخلى موراه ذكريات ما تتنساش في الفوتبول. هذا هو لو غران جوور غارينشا. كوب دوروب 2008 تنظمت بوغ لا دوزيام فوا ما بين زوج بلدان لوتريش ولا سويس، واللي يربح في هذا التورنوا هو اللي كان راح يمثل لوروب في كأس القارات في 2009 في سود افريك. شهدت كوب دوروب 2008 البارتيسيباسيون بوغ لا بروميير فوا لا بولون ولوتريش اللي ما داروا والو، رفضوا كاباتهم على البكري وقلوا. مام لا غريس حاملة اللقب اللي خرجت على البكري تفاصلهم في 2004 وداو هازار. روسيا كذلك كانت عندها إكيب جون بيان سودي بقيادة رومان بافليوتشينكو اللي ماركا 3 بيت في هذا التورنو، ولحقت الروس للدومي فينال وزهرهم مساكن طاحوا معامل مع اسبانيا اللي كانوا امباطابل وخسروا. اسبانيا قدرت تحبس طاليان في الكاردو فينال، ومام لي تيرك ثان لحقوا للدومي فينال بصح ثاني تزهرهم طاحوا مع الماكينة الألمانية وربحت الألمان. ماتش فينال تلعب في فيينا في ستاد أرنست هابل ما بين اسبانيا والمانيا. ابدا الماتش وفي الدقيقه 33 تشافي باس بروفوند لتوريس اللي قدر يجوز فيليب لام ويدير بيشنات يماركي بوت تاع ربح، ودات اسبانيا كوب دوروب وكلاسا دافيد فيا بوتر بكات بوت. لازم صح تكون سبيسياليست باش تمارك صرات واحد العفسة غريبة كي جات فكرة في راس رئيس مجلس مدينة ويستمنستر الإنجليزية وقرر باش يدير حملة. هذه الحملة وشن هي؟ ينقيو لي رو مشوينغوم اللي ترمى في الأرض. واش دار؟ جاب لي زربيت تاع الفوت على راسهم كولينا باش ينظفوا لي رو ويوقفوا على راس الناس اللي يرمي شوينغوم، يجبدلو الاربيتر حمراء ويديروا له بروسي. وانني نخمم لو كان داروا هذا القانون في الجزائر الحمراء كيف؟ ميسي متع البلاي ستيشن ويحب يلعب بارسلون وبالارجنتين ويحب يلعب بروحه، مام على بالكم في البلاي دايرين ميسي قوة ودايما في شكيل مع أصحابه اللي دايما يربحهم، سيرتو أغويرو اللي عمره ما ربحوا في البلاي.
في ماتش ما بين أوساسونا وبرشلونة داني ألفيس راح يتيري كورنر واحد من السيبورتر معلي حبابانا دليل الراسيزم باللي انتوما قرادة. داني ألفيس كيف كانت لارياكسيون تاعو؟ رفد الحبة تاع البانان حلها وكلاها. موراها الناس ضامنوا معاه في العالم وداروا دي فيديو مام صورهم ياكلوا في الحبة تاع البانان. مام احنا نضامنوا مع داني ألفيس ونجيبوا حبة تاع البانان ونقولوا له رانا معاك داني ألفيس. في الدنيا إكيب اسمها بنيثور من الجنوب الجزائر، إكيب صغيرة ولحقت الفينال كوب دالجيري كونت لمسان اللي عندهم الإكسبرينس. بصح الفوت ما يستعرف لا بصغير لا بكبير، وقدر شباب بنيثور بلا فولونتي يدخلوا الماتش بقوة. والحاجة الطريفة أن نقسم استاد 3-3 من السيبورتر تاع العاصمة، معناتها بنيثور دخلوا السيبورتر تاع المولودية ونصر حسين داي والقبة يسيبورتيو فيهم، وتلمسان سيبورتوهم ليسما والحراش والسيربي. صح ماركا هلال سليمان الاولى بالراس، قاليزات موراها تلمسان ماركاها تنقب، وزادت بنيثور البيت 5 دقائق التاليه ماركاها غوتي، ودات بوغ لا بروميير فوا كوب دالجيري ايكيب من جنوب الجزائر. إيريسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع للتلفزيوني ألترا اتش دي في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيريسات. رامي، جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي.